بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض وصفه حلوه جدا جدا لتفتيح البشره وتبييضها وازاله الكلف والنمش واي بقع عندك او بثور، طبعا ان شاء الله هتتشال. ده غير كمان ان الوصفه بتاعتي يا بنات بتشد البشره وبتعالج التجاعيد. اول مكون معايا ان شاء الله هيكون الحمص المطحون. طبعا كلنا عارفين، انت هتروحي عند العطار وتقولي له انا عايزه ب5 جنيه حمص مطحون، هيجيبه لك جاهز. لو عايزه تجيبيه الحمص اللي هو الشام، حمص الشام الكبير، تطحنيه في البيت مفيش اي مشكله، بس هو دلوقتي متوفر عند العطارين. هاخد منه معلقه صغيره. طبعا ده بيبقى شكله يا بنات وده لونه. طبعا كلنا عارفين ان الحمص بيفتح البشره وبيبيضها، ده غير ان هو كمان مؤشر جيد للبشره وبيشد البشره وكمان بيعالج التجاعيد. هضيف له نص معلقه صغيره من الحنه البيضاء لو متوفره عندك، مش متوفره ممكن تستغني عنها وتاخديه معلقه من النشا او الحليب البودر. بعد كده هضيف للمكونات دي معلقه من الزبادي البلدي، اي نوع زبادي بقى انت بتستخدميه، وهبدأ أقلبهم مع بعض. ممكن تضيفي بقى عصرة ليمونة لو انت طبعا بشرتك مش بتتحسس من الليمون. لو بتتحسس من الليمون هضيف للوصفة مية ورد، ضيف لها نقطتين كده من مية الورد. الوصفة دي يا بنات يعني بجد مبهرة، هتفتح لك البشرة. طبعا انا عايزة القوام الكريمي ده. بتاخديها طبعا بفرشة مكياج قديمة بتفرديها على بشرتك كويس قوي، طبعا بعد ما تغسلي بشرتك بمية دافية علشان تفتحي المسام، او تجيبي فوطة وتبليها او تحطيها في مية دافية وتبدأي تمشي بيها على بشرتك لحد ما المسام عندك تتفتح، وبعد كده عشان طبعا بشرتك تستفيد اكبر استفادة من الماسك. هتفردي الماسك وتسيبيه من ربع ساعة لثلث ساعة على البشرة، وبعد كده بتروحي تغسليه بمية فاترة وبعد كده بمية باردة. طبعا عندنا مية الورد بتدهني بيها بشرتك على طول بعد الماسك، وبعد كده ترطبيها بالكريم المرطب، اي نوع بقى انت بتستخدميه من الكريمات تحطيه على طول، او لو عندك زيت لوز حلو انا بحب دايما احطه بعد الوصفات لانه بيفتح وبيشد البشره وكمان بيعالج التجاعيد، من اهم الزيوت اللي انا بحبها وبفضل ان انا استخدمها. كده خلاص يا بنات الماسك بتاعي خلص او الوصفه خلصت. عايزه اقولك بتستخدميها مرتين في الاسبوع، حلوه جدا مش هتبطلي تعمليها. عايزه اقولك لو الفيديو عجبك بقى متنسيش تعملي لايك للفيديو وتشيري لكل صحباتك، ولو كنت اول مره تشوفيني متنسيش تعملي اشتراك للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد في وصفاتي في قناه عيش حياتك مع شيماء. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.